تأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام والحيوي باعتباره إحدى القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين، وذلك من خلال 4 محاور رئيسة هي تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي، إضافة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتطوير القدرات الرقمية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس. أهلا بك دكتورة معنا في نشرة 8. بداية برأيكم، كيف ستسهم هذه الاستراتيجية والتي تأتي في إطار خطة التعافي الاقتصادي في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030؟ أمسي عليكم بالخير وأشكركم على هذه الاستضافة. لله الحمد، خطة التعافي الاقتصادي جاءت بحزمة من الاستراتيجيات والمبادرات التنفيذية اللي تحولها لواقع ملموس. ومثل ما هو معروف، المستقبل اليوم للقطاعات التكنولوجية مثل قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وهو قطاع واعد بالفرص والاستثمار. فيما يتعلق بكيفية تحقيق هذه الاستراتيجية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، فالرؤية قائمة على الاستدامة والعدالة والتنافسية، وهذه المبادئ أجدها موجودة ضمن الاستراتيجية من خلال وجود بنية تحتية للقطاع ووجود كوادر مؤهلة وسوق واعد بالعرض والطلب لمنتجات هذا القطاع المتجدد. وهذه ما يعكس طبعا المؤشرات الإيجابية عن البحرين لدى مؤسسات التقييم. فعلى سبيل المثال، البحرين تتصدر دول مجلس التعاون في توافر الكفاءات المتقدمة في البرمجة الحاسوبية، وهذه طبعا حسب تقرير أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات. أيضا البحرين حققت المرتبة الثانية بين أفضل الدول العربية من حيث أسعار خدمات الاتصالات وحجم البيانات للمشتركين. كل هذه النتائج الإيجابية صدرت من جهات دولية معروفة ورأيها معتبر، وهو يعني ما يجعلنا على الطريق الصحيح في التطوير والعمل. أيضا من المهم الإشارة إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة لتغطية جميع أنحاء البحرين بالشبكة الوطنية للنطاق العريض بحلول عام 2026، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات. أما الموضوع الأهم فهو أن تكون المنامة عاصمة للاقتصاد الرقمي ومركز له، من خلال تفعيل الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية والتشريعية. وهني طبعا يكون دورنا كسلطة تشريعية من خلال تحديث القوانين أو سن القوانين الجديدة اللي تسهم في تهيئة الظروف لهذا القطاع الواعد. نعم دكتورة، وكيف يمكن من خلال شراكة كل الجهات المعنية تحفيز هذا القطاع ليلعب دورا أكبر في مسيرة البناء والتطوير في المملكة ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين؟ طبعا ما لفت انتباهي في خطة التعافي الاقتصادي هو وجود هدف محوري، وهو الاستثمار في العناصر الوطنية. هذا الموضوع من القواسم المشتركة العديدة بين السلطتين، حيث أنها يعني تعتبر تدريب البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف بالقطاع الخاص من ضمن اهتمام الحكومة والبرلمان. وهذه شفناه انعكس في العديد من التشريعات، وجاءت استراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي لتصب في نفس المسار. أما بالنسبة لاستراتيجية قطاع الاتصالات، أيضا جاءت انعكاس للغة جيل الشباب اللي يتوجهون لدراسة تقنية المعلومات والاتصالات بشكل كبير في الجامعات. يعني الاستراتيجية تستهدف توعية وتدريب 20,000 مواطن حتى العام 2026، وهذا الاستثمار هو الأقوى والأنجح. نعم. كذلك وجود مؤسسات حكومية داعمة مثل تمكين، إن شاء الله سيسهم بشكل كبير في توفير الغطاء التمويلي المناسب للبرامج الاستراتيجية، وهذه أيضا يعني توجيه الطلبة لدراسة التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وربط الخريج البحريني مع الشركات العالمية اللي تفتح استثمار لها في المنامة. نعم. كذلك توفير التسهيلات الحكومية لهذا القطاع الواعد
يعني تشجيع الاستثمار وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الخدمات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.